الخير على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي، برحب بيكم في حلقه جديده من برنامج كلام في الميديا. امبارح طبعا كلنا شفنا مباراه النادي الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري، وللاسف انتهت بالتعادل 1-1. اكيد طبعا كلنا كان نفسنا نحقق الفوز هناك، لكن طبعا ظروف كتير جدا منعت ده، وكان التعادل هو سيد الموقف. شفنا كلنا اكيد حكم المباراه اللي احتسب تسللين على النادي الاهلي ما لهمش اي علاقه بالتسلل، لكن النتيجه في الاخر يعني مش بطاله في ظل الظروف طبعا اللي بيمر بيها النادي الاهلي من اصابات ومن تجديد للفريق، وكمان ارضيه الملعب امبارح الارضيه الترتان اللي كان ليها دور كبير برضه في نتيجه المباراه. والفريق باذن الله هيرجع بكره للقاهره وهيبدا الاستعداد بقى لمواجهه مصر المقاصه يوم الخميس اللي جاي في الدوري المصري الممتاز. هنتعرف خلال حلقتنا النهارده على اخبار كتير جدا عن النادي الاهلي وعن نتيجه اللقاء، وكمان اكيد هنشوف اخبار كتير جدا عن كل الفرق المصريه ومنتخبنا الوطني الاول، وكمان الاخبار العالميه. كل ده هنتناقش فيه مع ضيفنا النهارده استاذ عمرو فوزي نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. وهنبتدي حلقتنا كالعاده باهم العناوين. الأهلي يعود للقاهرة غدا بعد التعادل مع شبيبة الثورة الجزائري. رئيس بعثة الأهلي: النتيجة جيدة، واجهنا الثورة بدون رأس حربة. لاسارت: المباراة متوازنة والنتيجة عادلة. لاسارت يطالب لاعبيه بإغلاق ملف أفريقيا والتركيز في الدوري. لاسارت يرفض رحيل إكرامي ويدرس قيد وحيد وصالح إفريقيا. استقالة 3 أعضاء من مجلس الإسماعيلي بسبب أحداث الإفريقي. إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس. وهنبتدي معاكم حلقتنا النهاردة بأهم أخبار النادي الأهلي من الصحافة. الأهرام: الأهلي يخطف تعادل ثمين من شبيبة الثورة ويتصدر المجموعة الرابعة إفريقيا. الفريق افتقد قائد وظهر بلا ملامح وأنياب هجومية. أخبار اليوم: الفريق الأحمر يواصل عروضه القوية في دوري أبطال أفريقيا. الأهلي يتعادل مع شبيبة الثورة 1-1 في الجزائر. الأخبار المسائي: الأهلي يحفظ كبرياءه بتعادل صعب مع الثورة. المساء: راس دادفيد أنقذت الأهلي. المساء: الأهلي اقتنص التعادل من الشبيبة الجزائري، ندفيد سجل الهدف الغالي في الوقت المثالي. المساء: لاسارتي مباراة متوازنة والنتيجة عادلة. الجمهورية: بعثة الأهلي تعود من الجزائر غدا. الدستور: لاسارتي يفاضل بين الخماسي لدخول القائمة الأفريقية، وعبد الحفيظ يطلب قيد وحيد. الشروق: لاسارتي يرفض رحيل إكرامي عن الأهلي، المدير الفني يدرس قيد وحيد وصالح إفريقيا. الشيخ يطلب الإعارة، وميدو جابر يطلب الرحيل النهائي. اليوم السابع: الأهلي يقرر تمديد استعارة رمضان صبحي من إنجلترا. الغزال وميدو عربون صلح مع الإسماعيلي، والبعثة تعود من الجزائر، وتجهيز سعد وصلاح لمواجهة المقصة. المصري اليوم: لاسارت يطلب التعاقد مع راس حربة قبل غلق الانتقالات الشتوية. نروح مع حضراتكم سريعا لأهم تفاصيل الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة، وهنبتديها مع الأهرام. الأهرام قالت إن تعادل النادي الأهلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا بتعادل إيجابي 1-1 قصاد مضيفه شبيبة الثورة الجزائري في المباراة اللي كانت على استاد 20 أغسطس، وتقدم يحيى شريف بهدف للثورة في الدقيقة 59، وتعادل بعد كده كريم ندفت بكرة رأسية في الدقيقة 85. وبالتعادل ده تصدر النادي الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقط من تعادل ايجابي امام الثوره الجزائري، وفوز كمان قصاد فيتا كلوب الكونغولي في المرحله الاولى، انتظارا طبعا لمباراه اليوم ما بين سيمبا التنزاني وفيتا كلوب واللي هتقام في الكونغو. كمان الشروق قالت ان رفض الاوروجواني مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي فكره رحيل شريف اكرامي حارس مرمى الفريق خلال الفتره الحاليه، وده في الوقت اللي اكد فيه مصدر مسؤول في النادي الاهلي ان اللاعب جاله عرض شفهي للانتقال لاحد انديه الدوري السعودي على سبيل الاعاره في فتره الانتقالات الشتويه الحاليه، ولكن الجهاز الفني تمسك بوجود اللاعب وقفل الباب قصاد المفاوضات. ومن جهه ثانيه قرب صلاح محسن مهاجم الفريق من العوده مره ثانيه للمشاركه مع الفريق بشكل طبيعي بعد ما تعافى بشكل
كبير من اصابته بتمزق في العضله الاماميه واللي بعدته عن الفريق لفتره كبيره، ومن الوارد ان هو يظهر في قائمه الفريق في مباراه مصر المقصه يوم الخميس اللي جاي في الدوري المصري الممتاز عشان يدخل تدريجيا في المباريات بحسب رؤيه الجهاز الفني، واللي بيواجه ازمه هجوم بعد اصابه الثنائي وليد ازارو ومروان محسن في الفتره الاخيره. كمان بيدرس الجهاز الفني بقياده لاسارتي قيد الثنائي محمود وحيد وصالح جمعه في قائمه الفريق الافريقيه، واللي بيتبقى فيها مكان لاسمين بس بعد ما تم قيد 5 لعيبه في الفتره الاخيره، وبيسعى لاسارتي ان هو يامن الجبهه اليسرى عن طريق قيد محمود وحيد عشان يكون بديل لعلي معلول. أما اليوم السابع فقال إن بدأ مسؤولين النادي الأهلي بدري في مخاطبة نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي عشان يمدوا إعارة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق لموسم إضافي، وده بعد رحيل ديفيد فينجر المدير الفني للفريق الإنجليزي من منصبه بعد طبعا ما تراجعت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وده اللي خلى الفريق يحتل المركز الأخير في ترتيب البريمير ليج. ومسؤولين النادي الأهلي شايفين إن رحيل فينجر ممكن يسهل كتير من مد استعارة رمضان صبحي أو حتى كمان شراه بشكل نهائي، خصوصا إن هو صاحب قرار التعاقد مع ستوك سيتي الإنجليزي، وده طبعا بعد هبوط الأخير لدوري الدرجة الأولى في الموسم اللي فات. ومن أهم أخبار النادي الأهلي من الصحافة نروح سريعا لأخبار النادي الأهلي من على مواقع الإنترنت. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: الأهلي يؤدي ميرانو في فندق الإقامة استعدادا للمقصة في الدوري. الشروق: رئيس بعثة الأهلي: النتيجة جيدة، واجهنا الثورة بدون رأس حربة. اليوم السابع: محمد الشناوي: التعادل مع شبيبة الثورة الجزائري نتيجة مرضية. الموقع الرسمي للنادي الأهلي: لاسارتي يطالب لاعبي الأهلي بإغلاق ملف إفريقيا والتركيز في الدوري. المصري اليوم: وليد سليمان يجري إشاعة في الجزائر لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه. البوابة سبورت اليوم: الأهلي يغادر ولاية بشار. الفجر الرياضي: أحمد فتحي يرد على شائعة إصابته المزمنة ويكشف عن علاجه عند طبيبين. فيتو: اتجاه داخل الأهلي لقيد هذا الثنائي في القائمة الإفريقية. نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في مواقع الانترنت، وكالعاده بنبتدي بالموقع الرسمي الخاص بالنادي الاهلي اللي قال ان بدا الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي النهارده استعداده لمباراه مصر المقصه واللي هتقام يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله في اطار مواجهات الدوري العام. خاض الفريق تمرينه النهارده الساعه 12 الظهر بتوقيت الجزائر، يعني الساعه 1 ظهرا بتوقيت مصر، جوه طبعا فندق الاقامه، وادى فيه لعيبه الفريق تمرين استشفائي وبعض التدريبات البدنيه تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال. مكملين مع الموقع الرسمي للنادي الاهلي اللي قال ان عقد مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي محاضره مع اللعيبه قبل ما ينطلق تمرين النهارده، واللي اقيم على ملعب خماسي بفندق الاقامه في ولايه بشار، وطلب المدير الفني من اللعيبه ان هم يقفلوا ملف البطوله الافريقيه خالص ويركزوا في مباريات الدوري العام وتحديدا مواجهه مصر المقصه واللي هتقام ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي. كمان الشروق قالت ان اعتبر خالد الدرندلي امين الصندوق في مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في الجزائر ان التعادل مع شبيبه الثوره 1-1 في الجوله الثانيه لدوري ابطال افريقيا نتيجه كويسه، وقال الدرندلي: اكيد كنا بنتمنى ان احنا نفوز لان النادي الاهلي عنده ثقافه الانتصار خارج ملعبه في المباريات الافريقيه وده مش جديد عليه. وقال كمان ان النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه منها ابونا فريق جديد، وفي طبعا انديه كتير ما بتصمدش في الوقت ده او في المواقف زي دي، وقال كمان ان النتيجه مقبوله وبدايه جيده للفريق والمدير الفني مارتين لاسارتي وياسر ابراهيم، وكمان عوده اجاي مميزه.
النهاردة زي ما حضراتكم شايفين إدارة الفندق اللي كانوا بيقيم فيه فريقنا نادي الأهلي طبعا في ولاية بشار. كرامة النهاردة نادي الأهلي ورئيس البعثة خالد الدرندلي، وده طبعا زي ما انتم شايفين قدامكم درع تذكاري، ده طبعا يعني تعبيرا عن السعادة، سعادة إدارة الفندق أن نادي الأهلي كان بيقيم عندهم. لسه مكملين معاكم اخبار النادي الاهلي من على مواقع الانترنت. واليوم السابع كمان قال ان ابدا محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الاهلي رضاه عن تعادل فريقه وصاد شبيبه الثوره بهدف لكل فريق خلال المباراه. وقال كمان الشناوي بعد اللقاء: نتيجه مرضيه الى حد ما، حققنا تعادل خارج ملعبنا برغم التاخر في النتيجه، اشكر جميع اللاعبين ظهروا بمستوى جيد. وقال كمان قدمنا اداء جيد في الشوط الثاني، بنلعب على ملعب نجيل صناعي صعب جدا اللعب عليه، ولكن حققنا نتيجه ايجابيه في النهايه، واتمنى التوفيق في المباريات اللي جايه ومسانده الجماهير لتحقيق البطوله وتعويض خساره اللقب اللي فات. كمان المصري اليوم قال ان خالد محمود طبيب فريق النادي الاهلي قال ان وليد سليمان هيعمل اشعه النهارده في الجزائر العاصمه عشان يطمن على اصابته اللي اتعرض ليها امبارح في مباراه شبيبه الثوره الجزائري. وزي ما حضراتكم شايفين قدامكم دلوقتي هي دي الحالة الصحية لوليد سليمان بعد ما تعرض امبارح لإصابة أثناء طبعا اللقاء، وكان التقييم المبدئي للإصابة دي جزع في الرباط الداخلي للركبة، وإن شاء الله هيعمل أشعة النهاردة في الجزائر العاصمة بعد ما يغادروا طبعا ولاية بشار اللي هم موجودين فيها دلوقتي عشان يكون في إمكانيات أفضل هناك أو مستشفيات أفضل في الجزائر العاصمة. كمان البوابة سبورت قالت إن غادر الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي ولاية بشار الساعة 4 العصر، يعني يمكن من ساعة ونص كده، بعد الانتهاء من مباراة شبيبة الثورة واللي أقيمت امبارح في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. اتوجه النادي الأهلي الساعة 4 لمطار بشار عشان يرجع لمنطقة بيت الزوار في العاصمة الجزائرية عشان يباتوا هناك قبل ما يرجعوا إن شاء الله بالسلامة بكرة للقاهرة. هم دلوقتي موجودين أكيد في الطيارة إن شاء الله يوصلوا للعاصمة بسلامة. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ده فريقنا هو بيعمل بوردنج في المطار، مطار ولاية بشار، عشان يروح، وزي ما انتم شايفين هم خلاص ركبوا الطيارة. دي آخر لقطات وصلت لنا للفريق، هم دلوقتي إن شاء الله يوصلوا بالسلامة على متن الطائرة متوجهين للعاصمة الجزائرية. كمان الفجر الرياضي قال ان اكد احمد فتحي ظهير ايمن النادي الاهلي انه ما بيعانيش من اي اصابات مزمنه زي ما بيتقال عليه في الوقت اللي فات في بعض وسائل الاعلام. وقال كمان احمد فتحي ان تجدد اصابته في العضله الاماميه واللي اصيب بيها من قبل كده طبعا تسببت في وجود فتح في العضله، ولكن ده مش اصابه او دي مش اصابه مزمنه، هو بس محتاج ان هو يتعالج لمده 3 اسابيع وهيرجع بعديها ان شاء الله تدريجيا للملاعب ومش هيستعجل في مشاركته زي ما حصل قبل كده. وقال كمان احمد فتحي ان هو دلوقتي بيعمل برنامج علاجي بشكل منتظم مع طبيب الفريق وطبيب كمان تاني بره النادي الاهلي، والاثنين اكدوا عدم وجود اي اصابات مزمنه عنده، وان هو بس محتاج للعلاج لمده 3 اسابيع يقعد بعدها للتدريبات بشكل تدريجي عشان ما تحصلش تاني او ما تتكررش تاني الاصابه. كمان نافيتو قالت ان استقرار الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بقياده مارتين اسارتي بشكل كبير على قيد الثنائي صالح جمعه ومحمود وحيد في قائمة الفريق الأفريقي عشان يستكملوا قائمة الموسم الحالي. سيد عبد الحفيظ مدير الكرة
متأكد ان الجهاز الفني عنده متسع من الوقت عشان يحسم الموضوع ده قبل ما تقفل باب القيد في نهاية الشهر الجاري. وبيتبقى للنادي الاهلي مكانين بس في القائمة الافريقية بعد ما قيد 5 لعيبة مؤخرا وهم رمضان صبحي وحسين الشحات وياسر ابراهيم وجونيور اجاي وحمدي فتحي. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقرتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا. سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا وبنوصل معاكم دلوقتي لاهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان اخر اخبار محترفينا في الخارج. وهنبتدي بالعنوان. اليوم السابع ابو ريده يعود من فرنسا اليوم لمتابعه ترتيبات استضافه امم افريقيا 2019. الشروق اتحاد الكره يستقر على اسماء رؤساء لجان كاس الامم الافريقيه. يلا كوره يلا كرة يوضح اتحاد الكرة بشأن ملاعب أمم أفريقيا بدائل للدوري. دوت مصر مصطفى مدبولي يوجه بتطوير مداخل استاد القاهرة وطرق دخول المشجعين. البوابة لجنة لدراسة ملفات المرشحين للجان الأمم الأفريقية. يلا كرة الإسماعيلي يقدم احتجاجا للكاف بسبب طاقم تحكيم مباراة الإفريقية. الفجر استقالة 3 أعضاء من مجلس الإسماعيلي بسبب أحداث الإفريقي. اليوم السابع هاني رمزي يكشف طريقة انضمام محمد محمود للمنتخب. كورة هازارد يصدم تشيلسي وريال مدريد يكثف محاولات طمو. بطولات إنجاز تاريخي ينتظر محمد صلاح مع ليفربول أمام كريستال بالاس. نروح مع حضراتكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار المحليه ونبتديها من اليوم السابع اللي قال ان بيرجع النهارده هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكوره للقاهره قادم من العاصمه الفرنسيه باريس استعدادا ان هو يعمل اجتماع مجلس اداره للجبلية هيكون ان شاء الله بكره يوم الاحد. ابو ريده توجه لفرنسا عشان كان في هناك جلسه مع الشركه الراعيه للاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف بحضور مسؤولين الكاف عشان يتفقوا على بعض التفاصيل الخاصه ببطوله كاس امم افريقيا 2019 المقام في مصر. كمان الشروق قالت ان استقر اتحاد كرة القدم على اسامي رؤساء لجان بطولة كاس الامم الافريقية والمقرر استضافتها في مصر في يونيو اللي جاي. هيجتمع اعضاء اتحاد الكرة بكرة ان شاء الله يوم الاحد في مقر الجبلية في الجزيرة عشان يتابعوا ترتيبات كاس الامم الافريقية ويتم اعلان رؤساء اللجان اللي هيتم الاستقرار عليهم.
كمان يلا كورة قالت ان الاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة المنظمة لكأس افريقيا 2019 بيستعدوا لوضع خارطة الطريق الخاصة بالملاعب اللي هتستضيف البطولة القارية، وهتشهد الاعلان عن ميعاد غلق الملاعب اللي برضه هتستضيف مباريات البطولة الافريقية، على ان تستضيف ملاعب اخرى مباريات الدوري ومباريات الكاس وبطولات افريقيا للاندية. كمان موقع الكرة قال ان قرر مجلس ادارة النادي الاسماعيلي تقديم احتجاج رسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف، بيشمل العديد من النقاط بخصوص احداث مباراة الافريقي التونسي. الحكم اليوم نيانت قرر ان هو يلغي مباراة الاسماعيلي والافريقي التونسي بسبب غضب الجماهير في استاد الاسماعيلية اعتراضا على قرارات طاقم حكام المباراة، خصوصا في الشوط الاول، واشتعلت اجواء اللقاء بعد ما احتسب الحكم الكاميروني ركلة جزاء مثيرة للجدل لمصلحة الافريقي التونسي بعد ما احتسب مخالفة من بره منطقة الجزاء، ولكن الحكم المساعد اشار اليه باحتساب ركلة جزاء، وطبعا اثارت الاعادة التلفزيونية شكوك كتير جدا على العرقلة داخل منطقة الجزاء. كمان برضو استقال خالد فارو نائب رئيس نادي الاسماعيلي وعطيته ابو عرائي ومصطفى امير واعضاء مجلس الاداره من مناصبهم بعد احداث مباراه الافريقي التونسي في دوري ابطال افريقيا. رفض ابراهيم عثمان رئيس نادي الاسماعيلي فكره ان هم يرحلوا ويقدموا استقالتهم الجماعيه بعد اعتذار فارو وابو عرائي واميره عن عدم الاستمرار، وتسببت طبعا احداث الشغب الجماهيري اللي حصلت في لقاء الافريقي التونسي والاسماعيلي في الغاء المباراه ولجماعتهم يوم الجمعه في اطار منافسات الجوله الثانيه من دور المجموعه في بطولة دوري أبطال أفريقيا. كمان قال موقع اليوم السابع ان كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر الاول لكره القدم طريقه انضمام محمد محمود لاعب وادي دجله لصفوف المنتخب خلال مباراه النادي الاهلي في الدوري. وقال كمان رمزي قد اخترنا محمد محمود في مباراه الاهلي ودجله، وكان اول من رشحه مساعد اجاري تيتو، وكلنا ما كناش نعرف ساعتها اسمه، كان وقتها لابس تيشيرت عليه رقم 30 وكلنا كتبنا رقم 30 بعد اللقاء، وتم اختياره بالاجماع عشان ينضم للمنتخب وتالق طبعا بعدها. وقال كمان مدرب الفراعنة ان محمد محمود لاعب مميز جدا من الناحية الفنية والاجتماعية، واندمج بسرعة مع اللعيبة في المعسكر، ودي مميزات في اللاعب الدولي. والحقيقة ان الكرة المصرية هتخسر اللاعب ده في الفترة اللي جاية بسبب اصابته بقطع في الرباط الصليبي مع النادي الاهلي مؤخرا. من الأخبار المحلية نروح للأخبار العالمية، وموقع كورة قال أنه بيواصل ريال مدريد الأسباني سعيه لضم البلجيكي أيرن هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي عشان يدعم هجومه اللي بيعاني في الموسم الحالي. وفقا لصحيفة ماركا الأسبانية، هازارد رفض آخر عروض تشيلسي لتمديد عقده اللي بينتهي في صيف 2020، لكن هو عايز إنه ينهي الموسم ده مع البلوز واحتمال يرحل في الصيف اللي جاي لريال مدريد. وقالت كمان إن ريال مدريد بدأ في تكثيف جهوده عشان يقدر إن هو يتعاقد مع اللاعب البلجيكي، لكن هو مش عايز يدخل في معركة مع النادي الإنجليزي في الوقت الحالي. كمان بطولات قالت أن قرب اللاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من تحقيق إنجاز جديد عشان ينضم لقائمة إنجازاته مع ريدز في مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي. ليفربول بيلعب دلوقتي طبعا مع كريستال بالاس في مباراة ضمن لقاءات الجولة 23 من البريمير ليج، ولو نجح صلاح أن هو يحرز هدفين ضد كريستال بالاس هيكون رابع أسرع لاعب بيوصل للهدف رقم 50 في تاريخ الدوري الممتاز، وبيملك دلوقتي محمد صلاح 48 هدف في الدوري خلال 71 مباراة، سجل 46 هدف مع ليفربول وهدفين مع فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي. وطبعا مستني النهاردة إنجاز تاريخي في مواجهة كريستال بالاس، وطبعا آخر لاعب نجح إن هو يوصل ل 50 هدف خلال 72 مباراة في البريمير ليج كان الأسباني فرناندو توريس لما كان لاعب في صفوف الريدز، والنتيجة لحد دلوقتي نتيجة سلبية، تعادل سلبي 0-0. مشاهدينا نطلع سريعا لفاصل ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معنا. We'll be right back.
رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في ميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا ونشوف ايه الجديد اللي فيها. محمد هاني لاعب النادي الاهلي نشر صوره من مباراه شبيبه الثوره على انستغرام وعلق وكتب الحمد لله. كمان كتب مؤمن زكريا لاعب النادي الاهلي على تويتر بعد المباراه هاني ناصر ماهر وكريم. كمان نشر رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي صوره ليه من المباراه وكتب الحمد لله. كتب شريف عبد الفضيل لاعب النادي الاهلي السابق على تويتر وجود ناصر ماهر في الملعب مهم جدا وبيفرق مع الفريق، كريم ندفد لاعب مقاتل وقدر يستحمل كل الانتقادات وقدر يرد في الملعب وكسب احترام الكل، نقطه مقبوله في ظل ارضيه الملعب والجمهور، وان شاء الله الفريق يبقى افضل في الفتره القادمه. عالميا بقى نشر تشارد ارنولد لاعب ليفربول الانجليزي صوره على تويتر بعد تجديد عقده مع ريتس وكتب عندما يتعلق الامر بكره القدم لا يوجد سوى نادي واحد بالنسبه لي بعد 14 عام في ليفربول، يسعدني التوقيع على عقد جديد، فقط اريد ان اقول شكرا للجماهير على كل دعمكم خلال رحلتي حتى الان. ماركوس الونسو كمان لاعب تشيلسي امبارح نشر صوره على تويتر من تدريبات فريقه استعدادا لمواجهه الارسنال النهارده في البريمير ليج وكتب الاستعداد لديربي لند. نشر كمان بيتر تشيك حارس مرمى ارسنال الانجليزي صوره على تويتر وكتب الحياه تجلب المواقف واللحظات المذهله، الصوره من 19 يناير 2004 قبل لحظات من توقيع العقد مع تشيلسي، اليوم 19 يناير 2019 بالضبط بعد 15 سنة في مباراة الديربي في لندن أرسنال ضد تشيلسي. كمان نشر ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي صورة على تويتر من تدريبات الفريق وكتب البقاء في كامل تركيزي. علق برضو هاري كين على اختياره من قبل الجمهور كأفضل لاعب في المنتخب الإنجليزي في 2018 وكتب على تويتر شرف حقيقي أن يتم التصويت من قبل المعجبين للفوز بهذا اللقب، كان عام 2018 عام رائع ولكن هناك أشياء أكبر في المستقبل، شكرا لكل من صوت لي. نشر كمان البولندي ليفاندوفسكي صورة لي على الانستغرام من مباراة هوفنهايم في الليغا واللي انتهت بفوز البافاري 3-1 عفوا في البونز ليجا واللي انتهت بفوز البافاري 3-1 واحرز ليفاندوفسكي الهدف الثالث وكتب بدايه مثاليه احساس مثالي عمل رائع. توماس مولر كمان لاعب بايرن ميونخ الالماني نشر صوره مع ليفاندوفسكي بعد المباراه على الانستغرام وكتب نعم بدايه ناجحه في البونز ليجا فوز 3-1 في هوفنهايم. احتفل كمان الحارس الايطالي الكبير بوفون بوصول عدد متابعيه على الانستغرام لسبعة مليون متابع ونشر صوره وكتب شكرا. احتفلت كمان الصفحه الرسميه لنادي يوفنتوس الايطالي على تويتر بعيد ميلاد كلاوديو ماركيزيو لاعب الفريق السابق ولاعب زينات سان بيترسبرغ الروسي ونشرت صوره ليه وعلقت عيد ميلاد سعيد كلاوديو ماركيزيو. مشاهدينا دلوقتي معادنا مع فاصل سريع وبعد كده هنرجع وهنستقبل ضيفنا الأستاذ عمرو فوزي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام.
سريعا ومنورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عمرو فوزي عامر نائب رئيس تحرير جريده الاهرام، منورنا اكيد في قناه الاهلي. اهلا بحضرتك واهلا مشاهدي قناه الاهلي. اكيد عندنا كلام كتير نتكلم فيه النهارده، واهم واكيد لقاء امبارح النادي الاهلي مع شبيبه الاستار الجزائري في الجوله الثانيه من المجموعه الرابعه في دوري ابطال افريقيا، اللقاء اللي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. طبعا كان اللقاء ده فيه ظروف خاصه، خصوصا طبعا ارضيه الملعب النجيل الصناعي، يمكن اللقاء ده كمان اصفر، او المباراه دي اصفرت عن اصابه جديده في النادي الاهلي الحاوي وليد سليمان. عايز الاول اسالك، شفت اللقاء ده ازاي؟ زي ما حضرتك قلت، هو دي كانت تاني مباراه للاهلي في المجموعه. احنا فزنا المباراه الاولى، صحيح، فكان يهمه جدا ان هو يخش المباراه دي يفوز او ما يخسرش على الاقل. بس يمكن كان الافضل ان احنا نفوز في اول في تاني لقاء لينا، يمكن ده كان هيسهل علينا قوي ان احنا نتصدر المجموعه الرابعه. طبعا هو ده اللي كان متوقع. من ده عند حضرتك يعني عده عوامل خلتك تبقى الاداء الخططي او اداء النادي الاهلي مش هو الاداء اللي انت لسه محتاجاه من فرقه النادي الاهلي. او الجماهير بتستناه والاعلام بيستناه والنقاد بيستنوه والخبراء بيستنوه، مش هو ده الاداء فعلا. بس احنا عندنا نمره واحد الارضيه، زي ما حضرتك قلتي ارضيه التبتان الصناعي بتختلف عن ارضيه التبتان الطبيعي تماما. نمره اثنين الاصابات، انت عند حضرتك اصابات في راس الحربه دي مركز مهم جدا، صحيح، عشان نعرف نسجل مروان اهداف. محسن صلاح محسن والثلاثي ازارو، صحيح، الثلاثي. المركز الثاني هو رقم خمسه اللي هو مركز حسام عاشور، اصابه الهاف ديفندر، يمكن اصابه من يعني التواء في الكاحل لاصابه اخرى بجزع او بكذا مكان في المركز ده. لسه بتبحثي عن حد يبقى مكانه. حضرتك عملتي صفقه حمدي فتحي، المفروض ان هو هيلعب في المركز ده. فمركزين مهمين جدا في مباراه خارج ارضك، اصابات كتير، ارضيه ملعب مش طبيعيه، اجهاد عضلي على اللعيبه، لسه المدير الفني الجديد ما شافش اللعيبه كلها، لسه ما يبانش، ما نقدرش نحكم عليه في الفتره دي، لسه ما ادتوش ماتشات. يعني احنا لازم على الاقل شهرين ثلاثه عشان يبان اداؤه الخططي. وبعدين ضغط المباريات بيخلي المدير الفني ما يقدرش يطبق اسلوبه الفكري بتاعه. هيضطر يفضل ينفذ. يمكن اي مدير فني بيدخل على اي فرقه بيبقى محتاج ان هو ينسجم معاهم في فتره اعداد عشان يتعرف اكتر على كل لاعب، على مميزاته، على العيوب اللي في اللاعب ده، عشان يقدر يوظف كل واحد بافضل طريقه ممكنه. وده اللي ما حصلش مع مارتين لاساتي، ده اكيد طبعا من شهرين لثلاثه اكيد. وده ما حصلش بسبب الظروف، ان هو جاي في وسط الموسم، ما كانش وتلاحم مباريات، مش وسط موسم مثلا محلي فقط. حضرتك عندك محلي وافريقي، تلاحم مباريات غير طبيعي، كل 3 4 ايام بتلعب مباراه. منين هيقدر يشوف كل اللعيبه دي ويحكم عليها ويقدر حتى يعمل مباريات وديه؟ مش لاحق. فهو حتى عشان يغير اسلوبه اللعيبه تستوعبه، انت عايزه فتره طويله قوي عشان اللعيبه تستوعب الاداء الخططي بتاعه او الاسلوب الخططي اللي هو هينفذه بعد كده، سواء هيغير من طريقه اللعب او هيفضل على نفس الطريقه. فكل ده بياخد وقت. هو الخبرات اللي عند مارتين لاسارتي ان هو هيدخل اسلوب لعبه بالتدريجي، ما قداموش حل تاني انه يفضل يعتمد على نفس اسلوب اللعب القديم مع تدخيل اسلوب لعبه الخططي بالتدريجيا. فلازم يبقى فيه صبر شويه على الاداء بتاع النادي الاهلي، او مش هو ده الاداء اللي احنا مستنيينه. امبارح كان ممكن الاهلي يؤدي اداء اعلى من كده، خاصه ان فرقه شبيبه الثور مش هي الفرقه القويه قوي، لكن هي طبعا فرقه مش وحشه خالص، فرقه عندها اداء تكتيكي عالي، اداء خططي، عندهم 3 لعيبه كويسين، دفاعهم كويس جدا، بيدافعوا كويس من نص ملعبهم، فمش فرقه وحشه خالص يعني بالدرجه. لكن احنا هنا هنكسبهم مستريح اعتقد، يعني الاهلي هنا هيكسبهم مستريح. انت شايف فنيا كان النادي الاهلي افضل من شبيبه الثور الجزائري؟ لا احنا فنيا لعبنا بعد الهدف. احنا اول نص ساعه بس الفريق شبيبه الثور كان خايف من النادي الاهلي تماما. كان نازل مستعد ان هو يستقبل الهزيمه، مستعد ان هو يستقبل الاهداف اول نص ساعه. بعد كده خد جراءه، لان الاهلي ما اداش الفكر. الاهلي كان امبارح بيفتقد، كان احنا كنا عايزين ندافع ان احنا ما نخسرش الماتش. انت شايف ان النادي او الفريق امبارح كان نازل وهو عامل في حسابه ان هو مش هيفوز، ان هو بس مش هيخسر، ان هو ما يخسرش. ولو قدرنا نعمل هجمه منظمه نفوز بيها يبقى كويس قوي. لكن الهدف الاولاني كان واضح جدا، ان حتى كان في فرق كبير، 3 هاف ديفندر، كنا بنلعب 3 هاف ديفندرات صراحة، ان احنا الماتش ما نفتقدوش. كان بيلعب قدامه يعني الاهلي امبارح كان بيلعب ب 4-3-3، 3 هاف ديفندر صراحة، عمرو السوليه، كريم نيدفيد، اسلام محارب، وقدامهم ثلاثي متحرك
كان بيلعب بشادو سترايكر وليد سليمان والشحات ورمضان صبحي. صحيح. كان بيتنقلوا بينهم حركه، حريه حركه بين الثلاثه. شفت ازاي الاختلاف الكبير ما بين الشوط الاول والثاني؟ الاختلاف ان المدير الفني ابتدى ما بانش الاهلي في اختلاف حتى في بدايه الشوط الثاني الا بعد ما عمل التغييرات. التغييرات كانت موفقه جدا مستر مارتين، لان الاهلي فعلا كان بيفتقد اللعيب القائد او اللعيب صانع الالعاب. صحيح. اللاعب اللي يقدر ينقل الهجمه من الدفاع الى الهجوم، اللي يستلم من الباكات او من لعيبه خط الوسط ويشوف الملعب ويريح اللعيبه اللي قدام. صحيح. يبقى هو ده صانع الالعاب في الملعب، واللي معاه الكوره بيقدر يشوف نبني الهجمه ازاي. لما نزل ناصر ماهر، ناصر ماهر قام بالدور ده وعمله الصراحه امبارح من احلى ماتشات ناصر ماهر اللي لعبها. صحيح. لانه نزل في وقت كويس، ابتدى ياخد فرصه ان هو يشوف الملعب صح. بيمر بطريقه كويسه جدا، عمل شويه تمريرات بينيه عاليه جدا، فكان الاهلي ليه شكل. اجاييه برده لما نزل عمل تقل في الناحيه الهجوميه شويه بالنسبه للفريق الاهلي، ان هو خلى يبقى فيه على طول واحد او اثنين بيضغطوا عليه من وراه، وهو كان بيستلم تحت ضغطه كويس جدا. فادى فرصه للمدير الفني بتاع الاهلي ان هو يعمل كذا اسلوب خططي في الملعب، واللي جت منها الجندي لعب واضح ان هي متمرنين عليها، ان هو ازاي يلعب الكره في نص الملعب وبعدين يفضي جانب من الجوانب اليمين او الشمال عشان يسهل ايه ماموريه رفع الكره، فتبقى سهل ان انت تجيبي هدف. طيب لو سالتك عن تقييمك للاسارتي في ظل طبعا ان في انتقادات كتير لسه بتوجه للاسارتي برغم ان هو ما كملش شهر مع الفريق. وده اكيد انتقادات ظالمه جدا، يعني يمكن لسه الراجل لسه ما خدش فرصته يعني. اكيد. ما لسه بقول لحضرتك ينتقده ازاي؟ انا عشان انتقد مدير فني او انتقد لاعب لازم اديله فرصته فتره معينه. المدير الفني غير اللعيب، المدير الفني لازم ياخد فرصه على الاقل خمس ست ماتشات او على الاقل ثلاث شهور على الاقل، ويبقى فيهم فترة يعرف يطبق اسلوبه ويوري للعيبة اسلوبه الخططي وأداؤه وازاي تغييراته ويشوف كل اللعيبة. ده مش هيحصل دلوقتي، هو جاي برضه مظلوم، الى جانب ان عند حضرتك 12 إصابة. انت في حاجة مهمة جدا، الأهلي الإصابات دي يعني المشكلة بتاعتها الأساسية ان الأهلي بقاله 3 سنين كاملة عنده تلاحم مباريات، الفرقة الوحيدة بقالها 3 سنين بتلعب في ثلاث اربع بطولات متتاليه مفيش راحه خالص للعيبه، ولما يبقى في راحه بيروح منهم خمسه سته منتخب مصر فبيرجعوا برده مجهدين. فدي يعني عامل كبير جدا من عوامل الاصابات. فانا عشان احكم على المدير الفني لازم اديله فرصته ماتشين ثلاثه اربعه كمان على الاقل يعني. صحيح. طيب عايزه برده اسالك ازاي شايف اسلوب مارتين لاسارتي في التعامل مع الاصابات ومع الغيابات في النادي الاهلي؟ شايف ان هو بيلاقي بدائل او حلول سريعه للمواقف دي؟ على حسب الاهلي عنده في كل مركز ثلاث لعيبه، فانت عند حضرتك في مراكز الثلاث لعيبه مصابين زي راس الحربه، انت عندك اربعه راس حربه او خمسه راس حربه، ثلاثه منهم مصابين وطلعتي واحد اعاره. طب انت هتعملي ايه؟ يعني المفروض في واحد اصابه فيبقى عندك البديل، اثنين اصابه عندك الثالث، لكن لما عندك مركز واحد هو راس الحربه في ثلاث اصابات مره واحده. فهو لازم يتعامل معاها بالشكل اللي هو اتعامل معاه امبارح، ان هو يلعب شادو سترايكر. اكيد. ويبقى في تغيير في الملعب. يمكن ده كان الحل الامثل بالنسبه للفريق. مفيش حل تاني انك تلاقي حد. مفيش خالص. صحيح. طيب خلينا دلوقتي نروح سريعا نشوف مارتين لاسارتي قال ايه امبارح في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، ونرجع بعد كده نتكلم عن موضوع الاصابات اللي بقت يعني حاله مزمنه عند النادي الاهلي. يمكن مفيش لقاء، مفيش تمرين، مفيش مباراه وديه الا وفيها اصابه. نشوف دلوقتي مارتين لاسارتي قال ايه بعد لقاء النادي الاهلي امبارح قصاد شبيبة الثورة الجزائري في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في دوري ابطال افريقيا، ونرجع لكم تاني. Bueno, creo que fue un partido parejo. هو كان ماتش متوازن ما بين الفريقين. En el segundo tiempo el rival comenzó mejor, estuvo mejor. في الشوط الثاني المنافس بدا احسن. Convirtió el gol justamente, fue justo. وتحول الجون هدف فينا. También el gol nos dio a nosotros, nos liberó. والهدف ده يعني حمسنا وحررنا شويه. Y nos permitió ir en busca del empate que conseguimos. دفعنا اللي احنا نحاول التعادل وده اللي احنا عملناه. Creo que al final el resultado termina siendo justo. يتهيألو ان النتيجة عادلة ما بين الفريقين. عليكم السلام. شكرا. 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 شكرا
con Chavez de Sao. Lo que pasa es que bueno, nosotros venimos con muchos problemas, ¿no? احنا جايين بمشاكل كثيره يعني. صوت المسناو عاشور عندنا كابيتان اصابه عاشور هشام وهشام محمد محمود محمد محمود hoy teníamos en el banco suplentes Hamdi Fathi que nunca entrenó con nosotros siquiera. Hamdi Fathi شاب جديد لسه ما اشتركش معانا في ماتشات. ياسر debutó hoy. ياسر لعب النهارده وده اول ماتش ليه معانا. No estaba Azaro. Azaro برضه مصاب. No estaba Marwan Mohsen. Marwan Mohsen مش موجود. No estaba Salah Mohsen. وصلاح محسن. Teníamos muchos problemas hoy. عندنا اصابات كتير جدا. Vinimos con lo justo. جايين بفريق محدود. Y de hecho a Soliman lo esperamos hasta el último momento. وليد سليمان شارك في الماتش كنا منتظرين شفائه لحد اخر لحظه. Así que dadas todas esas circunstancias, كل دي الظروف اللي كانت محيطه بالفريق. Creo que un empate fuera no es malo. التعادل كان شيء طبيعي جدا. ¿Cómo te parece? Bueno, yo lo conocía del Mundial, lo había visto arbitrar en el Mundial. هو شافه في المونديال قبل كده. Tiene mucha personalidad. دي شخصية قوية في الملعب. Yo creo que estuvo bien. Tendría que ver el partido de nuevo. هو يعتقد أنه كان جيد. Pero creo que estuvo bien. ¿Cómo ves el resto del torneo? Bueno, ahora mañana juegan creo que Simba y vamos a ver qué pasa mañana. بكرة يلعب فريقين تاني هنشوف مين اللي هيكسب بكرة. Todavía quedan muchos partidos. يظل ماتشات كثيرة يعني أمامنا. No hay nada resuelto. لسه ما فيش حاجة محددة أو منتهية. Sí tengo que decir. لكن يجب أن أقول. Que me gustó mucho el ambiente aquí, un ambiente muy de fútbol, muy de pasión. إن الجو العام هنا كان جو كرة قدم وده عجبه جدا. Y realmente me gustó mucho el ambiente, me gustó mucho. وعجبه جدا. Un ambiente de fútbol. الجو العام لكرة القدم في المدينة عجبه جدا. ¿Tú crees que la liga es el lugar para ganar la Copa y el campeonato a pesar de tantos problemas que tiene y lesiones? Bueno, la intención sí. O sea, nosotros jugamos para ganar. Los problemas no lo queremos. المشاكل مش عاوزينها طبعا لكن احنا بنلعب عشان نفوز. Pero con problemas o sin problemas. لكن بمشاكل واصابات. Al Ahly juega para ganar. الاهلي بيلعب عشان يفوز. Y nuestra ilusión, nuestro deseo. حلمنا واملنا. Es ese. ان احنا نكسب طبعا البطوله. اوكي نتفضل. شفنا مع حضراتكم دلوقتي اهم تصريحات مارسيل لاسارتي بعد لقاء النادي الاهلي امبارح قصاد شبيبه الثوره الجزائري، اللقاء اللي كان في الجوله الثانيه من المجموعه الرابعه دوري ابطال افريقيا، اللقاء اللي طبعا انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. تقدم الاول شبيبه الثوره وبعد كده قدر النادي الاهلي انه يحسم اللقاء بالتعادل الايجابي. خليني اسالك، بعد ما شفت طبعا اللقاء ده او اهم تصريحات مارتين لاسارتي اتكلم كتير قوي عن الاصابات وعن الغيابات. الاصابات ده او الاصابات دي بقت جزء اساسي، جزء لا يتجزا من مع النادي الاهلي ماشيه، تنزل تمرين تتصاب، تلعب ماتش ودي تتصاب، تنزل ماتش تتصاب، دوري ابطال افريقيا تتصاب، الدوري المصري تتصاب، لازم بعد كل مباراه خساير. تفتكر ايه السبب في ده؟ اسباب كتير قوي، اسباب كتير قوي حضرتك، هنبتدي نعدها مع بعض يعني ممكن نلخصها بسرعه. في تلاحم المواسم، الاهلي ده ثالث موسم ليه على التوالي بيلعب اجهاد عضلي يعني. طبعا فاجهاد عضلي واجهاد عصبي واجهاد نفسي. اكيد. فريق الاهلي في عامل نفسي مهم جدا للعيب، عامل نفسي بيأثر طبعاً على الاصابات بطريقه طبعاً غير طبيعيه ودي لازم الناس تبقى فاهمها. يمكن كان في ناس بتتكلم دايما ان يعني او اجانب كتير بيتكلموا ان الاصابات ان التوتر هو اللي بيجيب طبعاً الاصابه، هو دايما بيؤدي لاصابه داخل الملعب. النفسي والعصبي بيجيب اصابه. انت حضرتك بتعرف في النادي الاهلي يعني اي لعيب من الناس اللي بتيجي جديده للنادي الاهلي معرض للاصابه ليه؟ هو ضغط جماهيري، ضغط جماهيري وضغط اعلامي غير طبيعي. الاهلي مطالب منه الفوز في جميع مبارياته، بنلعب مباراه كل 3 ايام او 4 ايام يبقى تلاحم مباريات، بالاضافه ان لازم ادي جهد زياده عن الجهد اللي انا ببذله عادي في اي مباراه. انا ممكن العب مباراه مش مشكله، لكن انا بلعب مباراه مع النادي الاهلي لازم افوز، يعني لازم العب ال 90 دقيقه بروح قتاليه عاليه جدا باداء لياقه بدنيه عاليه جدا. اتعرض للاصابه ده طبيعي لو انا مش جاهز فنيا وبدنيا ونفسيا، لازم اتعرض لاصابه. الحاجة الثانية حضرتك جنب العامل البدني ده مهم جدا، اللياقة البدنية. احنا غيرنا 3 مخططين احمال ورا بعض مفيش في 3 4 5 شهور.
فكل مخطط احمد بيجي بيبتدي بفكره، هو مش عارف اللي قبليه وصل لايه، هل هبتدي من الاول، هرفع معدلات اللياقه، ممكن تبقى برضو يعني الاصابات دي معدلات ارتفاع اللياقه ازيد من اللازم، مش لازم تكون اقل، ممكن تبقى ازيد. فتغيير مخطط الاحمال ده بيعرض اللعيبه للاصابه. اللعيب لو عنده اصابه وما اشتكاش منها ونزل لعب هيتعرض للاصابه، لو هو اتحمل على نفسه هيتعرض للاصابه. فالاجهاد العضلي بيجي من عده حاجات. الحاجه الثانيه استعداد اللعيب نفسه البدني والعضلي منذ صغره. احنا اشترينا دلوقتي الاهلي اشترى لعيب، هل هو جاهز بدنيا ان هو يتحمل ضغط المباراه مع النادي الاهلي ويتحمل الفوز في جميع المباريات، مفيش حاجه اسمها هزيمه، مفيش حاجه اسمها تعادل، ويبقى ضغط المباراه ده متحمله ولا لا. الحاجه الاخيره بقى ان في لعيبه كتير قوي ما بتهتمش انها ترتدي الواقي للاصابه اللي هو الشنكار والواقي بتاع الكاحل، هم مش بيريحوا لعيبه كتير فمتنهوش، دول بيقللوا من نسب الاصابات جامد جدا. طبعا الاهلي كمان معرض لاصابات عشان بيلعب كتير جدا على مباريات خارج ارضه على الترتان الصناعي، ده برضه بيعرض لعيبه كتير لاصابات في الركبه. انت معظم مباريات افريقيا بتلعبيها على ترتان صناعي. بس خليني برضه اسالك، ما في يعني لعيبه شمال افريقيا ما كلهم برضه بيلعبوا على ترتان صناعي، اشمعنى احنا اللي ضغط المباريات اللي احنا الاهلي فيه ثلاث سنين ورا بعض، ماتش دوري، ماتش افريقيا، ماتش كاس، ماتش بطوله عربيه، ياخدوا 6-7 لعيبه منتخب مصر، اول ما يبقى في فتره راحه اسبوعين تلاقي 6-7 راحوا منتخب مصر، 5-6 راحوا منتخب اولمبي. صحيح، عندك 15-16 لعيب من القوام الاساسي في المنتخبات، في لعيبه يعني بجد يعني انا بشفق عليهم، ما بيشوفوش الاجازه دي عامله ازاي. مبيريحوش فعلا، في لعيبه ما بتريحش تماما. صحيح، نهائي، بقى لها 3 سنين ما بتشوفش اجازه. انت اي لعيب في العالم بيريح من فتره من لا اللعيبه كلهم ده حقيقي، ده طبيعي. وبنشوف طبعا صور اللعيبه دي كلها الاجانب يعني شوف كريستيانو ولينال ميسي ومش عارف ايه، ومنزلين صورهم بره ومسافرين وواخدين عيلتهم وبسطوا بيعيشوا اسبوعين. ازاي يعني في 3 سنين اسبوع او اسبوعين فقط راحه؟ ما يعني ده طبيعي. فانا شايف ان الاصابات دي مش حاجه مش طبيعيه، لا دي حاجه طبيعيه نتاج التلاحم مباريات الثلاث مواسم ورا بعض. طيب شايف او رايك ايه في الانتقادات اللي بتوجه لطبيب النادي الاهلي او الجهاز الطبي في النادي الاهلي؟ يعني دايما بيقولوا الجهاز الطبي في النادي الاهلي هو السبب، شايف ان ده حقيقي ولا ده ظلم ليهم؟ ويمكن لا. كمان شفنا رد فعل اللعيبه بعد ما توجهت العديد من الاتهامات لدكتور النادي الاهلي محمود. دايما كنا بنشوفهم بيعملوا بوست لصور مع اللعيبه وبيقولوا ده احسن طبيب موجود هنا، احنا مبسوطين واحنا ما فيش مشاكل عندنا معاه ولا اي حاجه. هو تحديد الادوار دي مهم جدا، فلازم نبقى محددين دور الطبيب بتاع النادي الاهلي ايه. والنهارده ما بقاش في طبيب فقط، ده في طبيب وفي معالج وفي في تحميل، يعني في واحد متخصص للاحمال. صحيح، كويس. النهارده دور الطبيب ان انا بعالج الاصابه، صحيح، وان انا بدي تشخيص وبشخص الاصابه وبعالجها وبقول امتى يرجع يلعب. فعدم استعجال اللعب دي مهمه جدا، لازم صحيح. الطبيب يكون قوي وصارم، ما يهموش حاجه ان هو يقول يا جماعه اللعيب ده ما ينفعش يرجع الا لما يكون جاهز. ويمكن تماما. الكلام ده قاله احمد فتحي، قال يعني ردا عن الاشاعات الكتير اللي طلعت في الفتره اللي فاتت ان احمد فتحي بيعاني من اصابه مزمنه في العضله الاماميه بترجع له تاني، قال المشكله مش ان انا عندي اصابه مزمنه ولا حاجه، انا المشكله عندي ان حصل لي مشكله في العضله لاني استعجلت اني ارجع بالزبط. في المره اللي فاتت، وده اللي مش هعمله المره دي. مرتين وثلاثه بيستعجل فالاصابه بترجع له. صحيح، هو دور طبيب يقول يا جماعه ما ينفعش يرجع الا بعد كذا. وبعد كده بيجي دور المدير الفني ومدرب الاحمال، ان انا ابتدي مدرب الاحمال ليه دور مهم جدا برضه في ان انا بديله حمل زي حمل المباريات، ابتدي امرنه تدريبات جري وتدريبات لياقه بدنيه بيبقى فيها ضغط عصبي زي المباريات بالظبط، عشان لما يجي ينزل المباراه ما يحصلوش شوب في العضله. صحيح، كويس. لما تلاته اللعيب نفسه لازم يبقى حاسس ان هو جاهز انه يرجع خلاص الملعب والاصابه بتاعته راحت تماما، هو اكتر الواحد بيحس فيها هو اللعيب مش المدير الفني ولا مدرب الاحمال، اللعيب نفسه بيحس هل عضلته فعلا بقت سليمه ولا لسه فيها شكه، لسه فيها حاجه مش سليم تماما. فدي مهمه جدا عشان الاصابات ما تتكررش تاني. دي مهمه جدا. اكيد. طيب لو هنتكلم بقى عن حل للازمه دي، احنا قلنا الاصابات دي اهم اسبابها ايه، لكن لو شفنا حل او دورنا على حلول ليها، يمكن مارتين لاسارتي اول ما جه النادي الاهلي طلب ان يكون في وفد اجنبي جهاز طبي يجي يزور النادي الاهلي بشكل يعني دوري كل فتره، ما يحط برامج علاجيه، يكون هو ليه راي في التشخيص في الاصابات اللي بتحصل، وده ممكن يساعد النادي الاهلي. في ناس كمان اقترحت ان يكون في اخصائي نفسي جوه الفريق لو في اي مشاكل او اي توتر او او او
او يعني يساعد اكتر برضو في تجنب الاصابات بسبب التوتر اللي بيجي لبعض اللاعبين. ده موجود في كل حته في انديه العالم كلها، في طبيب نفسي موجود مع الفريق يعني. ده مطلوب، وهو كمان طلب ان تغيير ارضيه الملعب النادي، بس اعتقد يعني ان الارضيه مش عامل اساسي، الى جانب ان المفروض احنا نهتم بقى الفتره الجايه بالاحماءات، وفي حاجه اسمها تمرينات المرونه والاتزان، دي مهمه جدا بتخلي اللعيب ما يجيلوش اصابات كتير. الشوز نفسها بتاعت الماتش، الحذاء بتاع المباراه لازم يكون حذاء مريح جدا، عشان لو هي ارضيه طبيعيه ارضيه صلبه. خليني اقول لك يعني دلوقتي لو بنتكلم عن جزم الكوره يعني بنشوف تكنولوجيا فظيعه فيها دلوقتي. طبعا في جزم للمطر وجزم للارضيه الصناعيه وجزم للارضيه الطبيعيه وجزم للاعشاب الطويله وجزم لو العشب قصير، يعني بقت في انواع. لازم اللعيب يبقى عنده الفكر ده، او الجهاز الفني او اداره النادي تبقى كل لعيب يبقى عنده 5-6 جزم لارضيات مختلفه. فدي مش بنطبقها برضه عندنا في مصر على فكره، ومنطبقهاش بالملاعب ومنطبقهاش بالحاجات دي. طيب خلينا نرجع مره ثانيه للقاء امبارح النادي الاهلي وشبيبه الثوره الجزائري. لو سالتك رايك ايه فنيا في فريق شبيبه الثوره، ولو سالتك برضو ايه هو الفريق اللي ممكن يتعمل له حساب في مجموعتنا في المجموعه الرابعه؟ شبيبه الثوره فرقه كويسه، مش فرقه وحشه، بتلعب باداء تكتيكي كويس منظم، بتدافع كويس زي فرق شمال افريقيا كلها. هم عندهم 3 لعيبه كويسين، رقم 9 اللي هو حمار زيري حمار، وطبعا المهاجم بتاعهم يحيى شريف، وفي لعيب ثالث اسمه الحامي محمد امين الحامي اللي هو الوينج الشمال اللي هو رفع الكره اللي جت منها الجون، ده لعيب كويس قوي رقم 26. بقيه الفرقه مش الفرقه اللي الاهلي خاف منها، لكن هي عشان في ارضها والجمهور والحماس اللي عندهم انهم بيلعبوا بطل القرن وانهم عايزين يعملوا نتيجه كويسه، الى جانب العوامل اللي كانت عندنا احنا من الاصابات والى اخره. خلي بالك في حاجه مهمه جدا امبارح لازم نشيد بيها، وهي اللاعب ياسر ابراهيم. الناس نسيت خالص انها تشيد بلاعب زي ده، عمل مباراه اكنه بيلعب في الاهلي بقاله 5-6 سنين. احنا اول مباراه لياسر ابراهيم امبارح، حضرتك تخيلي ان انت رحت جايبه لعيب نزلاه اول مباراه خارج ارضه افريقيا، مباراه مهمه جدا، ولعب بثبات انفعالي غير طبيعي، مفيش اخطاء منه خالص، تغطيه كفرنج على اعلى مستوى، كان بيطلع كوره كتير جدا، وعمل مباراه عاليه جدا، ما حدش خد باله منه وما حدش اشاد بيه لغايه دلوقتي. رغم ان هو طبيعي جدا كان ممكن يغلط زي اي باك بيجي يلعب مع النادي الاهلي، اول مباراه ليه يبقى عنده الرهبه، ما كانش عنده رهبه خالص. فده لازم نقول له شابوه لياسر ابراهيم، عمل مباراه فعلا، ولو كان غلط ما كانش حد يقدر يتكلم معاه، انت نزلته على طول من الدار للنار. فدي عمل مباراه عاليه جدا. ايمن اشرف اعتقد ان ايمن اشرف بيلعب كل مبارياته بقتال غير طبيعي، بروح عاليه جدا، بس هو مركزه باك شمال. فالجون اللي جه امبارح الناس كلها بتقول غلط ايمن اشرف، هي غلط ايمن اشرف، بس هو فكر الباك الشمال والباك اليمين مختلف تماما عن فكر المساك. دايما المساك بيتربى من اول ما يجي في الناشئين، امسك المهاجم، امسك الفرود من اول ما يخلوش يستلم، لو استلم اضغط عليه جامد جدا، ده الفكر دايما بتاع المساك، عكس الفكر بتاع الباك اليمين او الباك الشمال، دايما يبقى ايه عامل بيرجع لورا شويه اللي معاه الكوره، مش بيضغط عليه، بيسيبه يستلم، بيبقى دايما الخط بيساعده، بيسيبه يستلم، اهم حاجه ان هو عنده ما يرفعش، اهم حاجه عنده ان هو ما يرقصوش. فده فكر ايمن اشرف اتربى عليه من وهو صغير، ان هو كان بيلعب في الاهلي باك شمال. عشان نغير فكره فجاه بيبقى صعب جدا، فعشان كده الحته بتاعت الجون هو ما ركزش في ان هو يمشي مع يحيى اشرف، مع يحيى شريف اللي هو المهاجم بتاع شويه ثوره، او يبقى ماسكه مان تو مان ما يخلوش يستلم الكوره. فاحنا لسه محتاجين مساك في المركز ده جنب ياسر ابراهيم. الحاجه الثالثه، لسه معدلات اللياقه البدنيه عند النادي الاهلي مش عاليه، وبانت جدا في اخر 5-6 دقائق، عملنا فاولات كتير قوي، وده معناه نقص في معدل اللياقه البدنيه. محمد هاني عامل فاول من الناحيه الشمال في الدقيقه 93 كان ممكن تخش فينا هدف، يحيى معلول وايمن اشرف عملوا علي معلول وايمن اشرف عملوا فاولين برده من اليمين. ده بيبقى نقص اللياقه البدنيه في اخر المباراه، خلاص بتبقى انت خلصتي البنزين بتاعك، فاضطري تعملي فاول مش قادره تخشي على ده حقيقي. فلازم اعتقد ان المدير الفني هيشوف له حل برده. اقوى الفرق مش باين قوي لسه، بس هو طبعا بالاسامي فيدا كلاب اقوى فرقه بالاسم، انا وصل نهائي كونفدراليه صحيح. سيمبا عملت مباراه عاليه قوي قدام شبيبه القصير في ارضها، فواضح ان هي هتبقى فرقه قويه صحيح. في ارضها عندهم 2-3 لعيبه كويسين جدا، شرسه جدا في ملعبها يعني. انا لو عديناها يبقى ان شاء الله نبقى اول مجموعه باذن الله. الماتش الجاي ده ماتش صعب جدا، أتمنى. مع سيمبا التنزاني يا رب ان شاء الله. طيب لسه في القائمه الافريقيه للنادي الاهلي مكانين، سمعنا كلام كتير قوي عن قيد محمود وحيد وعن قيد كمان صالح جمعه، رايك ايه في الموضوع ده؟ انت عند حضرتك فاضل مكانين وعندك 6 لعيبه تختاري منهم. عمرو جمال على قائمه الانتظار، موجود في داخل الست لعيبه، مش عارف هيفعلوا عقده ولا لا، او كان بيقول هيفعلوا عقده. المفروض ان كان هيتم قيده محليا، ان هو لسه على قائمه الانتظار عشان الاصابات في راس الحربه.
فاعتقد ان احنا ممكن نستبعده من القائمه الافريقيه. فيفضل عند حضرتك خمس لعيبه اللي هم رامي ربيعه، صالح جمعه، احمد الشيخ، مؤمن زكريا، محمود وحيد. هتسجلي منهم اثنين. شايف الاقرب مين؟ انا شايف الاقرب صالح جمعه. لما واحد صالح جمعه شايفه الاهلي محتاج لاعب في مركزه كصانع العاب وقائد للفرقه، انه الدور ده من ساعه عبد الله سعيد ما مشي لسه مش لاقيين حد يقوم بالدور ده. وحسام غالي كان بيقوم الدور ده اعتزل. قبل كده كان ابو تريكه طبعا. صحيح. ناصر ماهر كان كنا احنا جايبين ناصر ماهر عشان يقوم بالدور ده، لسه صغير عايز فتره، محتاج شويه خبرات. اول مباراه لعبها حسينا ان هو ممكن يقوم بالدور ده، يبقى قائد. صح. في الملعب حظه جاته اصابه قويه جدا، خد عين ايه رهيبه، ان احنا مصدقنا ان جبنا لعيب قائد. ان شاء الله باذن الله يرجع افضل من الاول، ان احنا نجيب لعيب قائد وصانع العاب ويبقى عنده شخصيه في الملعب، يعني ربنا يشفيه يا رب يا رب. فاعتقد صالح جمعه الاهلي محتاجه، لو هو فعلا زي ما كابتن سيد عبد الحفيظ قال وكابتن محمد يوسف قال ان هو مركز بقاله شهرين ثلاثه ومستواه عالي في التدريبات جامد وهياخد فرصته الفتره الجايه، وهو فعلا نفسه يثبت وعنده القدره وعنده المهارات ان هو يعمل ده، اعتقد ان هو هيبقى عنده فرصه ان هو يتقيد افريقيا ويبقى لعيب اساسي في النادي الاهلي الفتره الجايه. طيب لسه طبعا هنتكلم عن النادي الاهلي، ونتكلم بقى عن النادي الاهلي بس بعيدا عن دوري ابطال افريقيا وبعيدا عن لقاء امبارح قصاد شبيبه بالثوره الجزائري، لقاء اللي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1. اللقاء القادم للنادي الاهلي يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله قصاد مصر المقصه. توقعاتك ايه للقاء؟ مباراه صعبه جدا. مباراه صعبه. مباريات الدوري كلها بقت مباريات صعبه السنه. صحيح. وصعبها الاهلي ان الاصابات الكتير زائد تلاحم المباريات، دول عاملين مهمين جدا للنادي الاهلي. النقص العددي، اصابات كتير، تلاحم مباريات ورا بعضها، تغيير في المديرين الفنيين كل فتره، مفيش مدير فني لسه عارف الماتشات الدوري ده حقيقي. يعني يمكن الكلام عن يعني ايه تعدد البطولات او يعني المباريات المتلاحمه ورا بعضها، طب ما النادي الاهلي يعمل ايه؟ هل كان المفروض مثلا يعتذر عن بطوله؟ طب ما ده صعب جدا. ده قدر النادي الاهلي. ده قدر النادي الاهلي للاسف. احنا بنعترض، احنا يعني بنقول الاسباب وليس اعتراض. يعني انا فاهمه بس اللي هو برضو انا بحط نفسي مكان يعني النادي الاهلي هنعمل ايه؟ طول عمره النادي الاهلي معرض لده. لكن هي بس الحظ في ان احنا غيرنا، او الاتحاد الكاف غير مواعيد بطوله افريقيا وبقى عامل مباريات قريبه جدا من بعض. قبل كده كنت حاجه تعالي ماتش كل ثلاث اسابيع، كل شهر، كل شهرين، بقت كل اسبوع اسبوعين مباراه، الى جانب ان يعني ضغط مباريات الدوري كمان. فبقى كنت برضه الدوري كنا نلعب ماتش كل اسبوع او كل 10 ايام. النهارده بقينا نلعب كل ثلاث مباريات، ثلاث ايام قصدي مباراه. فده حظوظ النادي الاهلي، وهو ده سمه النادي الاهلي وقدره دائما انه بيلعب في كذا بطوله ومطالب بالفوز في جميع مبارياته وعنده تلاحم في المباريات. صحيح. يعني من وجهه نظرك اللقاء القادم للنادي الاهلي قصاد مصر المقاصه يوم الخميس اللي جاي مباراه صعبه جدا. اتمنى يبقى في شفاء من الاصابات بس اللي عندنا، يبقى عند المدير الفني تسترد بعض يعني الاعمده الرئيسيه، يقدر ينفذ بيها اسلوب خططي في المباراه الجايه، او يقدر يعني يبقى عنده حلول في الملعب. يعني اعتقد ان ممكن يبقى جيرالدو يرجع لعيب كويس جدا. عنده مهاراته سريع. صحيح. لعيب اول اغسطس الانجولي. اعتقد حسام عاشور ممكن يبقى ليه دور، حمدي فتحي ممكن يبقى ليه دور، مش عارف مين تاني رجع من الاصابات. هل صلاح محسن كان بيقول ان هو ابتدى يتمرن، هل ممكن هيبقى جاهز او لا؟ لسه مش عارف. لو مش جاهز هيلاعب اجاي اعتقد راس حربه. يدي له فرصه. امبارح اجاي لعب برده تلت ساعه كويسه جدا. انا كنت خايف جدا عليه لان الارض الصناعيه دي صعبه جدا. ده حقيقي. ده حقيقي. لسه كل الناس كانوا راجع. فربنا ستر عليه. يعني ما كانش هيكون قد ابدا صدمه غيابه مره ثانيه. انا كنت من امبارح على فكره توقعت، يعني ربنا يشفي وليد سليمان، بس انا توقعت انه هيتصاب. يعني كنت قلت لكذا حد قبل المباراه وليد سليمان لو لعب هيتصاب، لان هو كان قبل المباراه كان عنده بيشتكي بقاله ثلاث ايام من اصابه. هي اصابه مختلفه خالص. لكن ان هو يتحمل على نفسه لازم تعمل اصابه في مكان مختلف، ده طبيعي. فانا كنت حاسس ان هو هيتصاب والله. سبحان الله. يعني خليني اسالك، في ناس بتقول دلوقتي او متوقعين ان خلاص الدوري اتحسم من دلوقتي، رغم ان طبعا الدوري لسه طويل، لسه بدري قوي عليه. شايف ايه؟ لا طبعا الدوري لسه طويل جدا، لسه الدور الثاني كله باكمله. الدوري السنه دي دوري صعب لم يحسم بعد. الاهلي في ايده ان هو يفوز ببطوله الدوري، ان هو يفوز بجميع مبارياته بما فيها مباريات الزمالك المواجهات المباشره مع الزمالك ومع بيراميدز. ومع بيراميدز هتفرق معانا جدا. صحيح. هيبقى هيزيد الفرق نقطتين، يعني في انتظار الزمالك تعادل واحد. احنا الفرق هيبقى 8 نقط لو الاهلي كسب الثلاث ماتشات اللي فاضلين له. فلو كسب المواجهات المباشره وكسب بيراميدز والزمالك تعادل مباراه او كسب مباراه، فلسه بدري قوي يعني. صح. ما اقدرش احكم دلوقتي. استاذ عمرو خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل بعد كده كلامنا مع استاذ عمرو فوزي عامر نائب رئيس تحرير جريده الاهرام.
رجعنا مره ثانيه لسه مكملين كلامنا مع استاذ عمرو فوزي عامر نائب رئيس تحرير جريده الاهرام. برحب بك مره ثانيه. اهلا بحضرتك. طيب كنا بنتكلم عن النادي الاهلي وعن البطوله الافريقيه وعن الدوري المصري، نروح بقى لملف اخر وهو الامم الافريقيه، ومصر طبعا هي اللي فازت بشرف تنظيم بطوله امم افريقيا 2019 او كان 2019. شايف الاول استقبال مصر للبطوله دي هيكون عامل ازاي؟ الاستقبال من ناحيه الجماهير يعني، ومن ناحيه اعتقد هيبقى يعني واضح ان من الشارع المصري ان الجماهير يعني سعيده جدا بالبطوله، يعني ان احنا هنستضيفها وعندها امل ان مصر تفوز فيها يعني. لو هنتكلم بقى عن مصر حاجة إيجابية، على امل ان مصر تفوز بيها، اكيد لازم نتكلم عن المنتخب الوطني الاول وعن اجيري وعن الفرق بينه وبين هكتور كوبر اللي شفناه واضح جدا في اللقاءات اللي ادارها اجيري. يمكن الفكر الهجومي، اللعب المفتوح المختلف، عنده براءة هجومية صحيح، لعبه مختلف تماما عن هكتور كوبر اللي كان يمكن وصلنا لكاس العالم حقيقي، لكن كان دايما بيعاني بقى الشعب المصري والشارع المصري اللي بيحب الكوره من الفكر اللي هم كانوا بحسب وصفهم ان هو عقيم ودفاعي وما فيهوش اي جمهور ذواق للكوره. بطبع الجمهور المصري عامه يعني جمهور ذواق للكوره، بيحب الكوره الجميله اكتر من الكوره اللي حضرتك تفوزي بيها، فبيحب الشكل والاداء وان تمتعي الجمهور. فالجمهور المصري بيحب الاداء ده صحيح. كوبر جه في فتره معينه هو ليه فكر طول عمره ان هو بيلعب بفكر دفاعي، تحفظ دفاعي مع الاعتماد على هجمات مرتده، اهم حاجه ان انا ما اخسرش، ونجح في الجزئيه دي. نجح بفكره ده يوصلنا لكاس العالم، وصل نهائي كاس امم، وصل كاس العالم، وصل نهائي كاس امم. ما نجحش كاس العالم نفسه بقى طبعا للاسف، لان كان عندي خاص الفرقه وصلت لمرحله ان هي بقت فرقه عندها خبره، احنا تصنفنا الرقم 31 من 32 منتخب، عندك خبرات انك تلعبي كاس العالم ممكن تفوزي صحيح. وعندك ثقه بنفسك ولاعيبه تقال، ما غيرش في اللعيبه، خد نفس اللعيبه يعني. عارف اكتر حاجه كوميديه كانت ايه؟ الاول ما جت المجموعه بتاعتنا او طلعت القرعه بالمجموعه بتاعتنا، احساس الشارع المصري بان احنا رايحين نلعب بينج بونج يعني، ما احنا واحنا على الاقل ممكن تكسبي روسيا وممكن تكسبي السعوديه وتطلعي من المجموعه وتوصلي. كلهم كان في تفاؤل وامل، كان في تفاؤل وامل عالي، وكان ده جدا كان تفاؤل مشروع على فكره، لان انت شايفه منتخبك وبتقارنيه، يعني بتعرفي تقارني كويس بين المنتخب والمنتخبات الاخرى يعني صحيح. بس احنا ما استعدناش كويس للمباراه دي. طيب لو هنتكلم بقى عن الاستعدادات للامم الافريقيه، جيري بقى عنده جراءه هجوميه، دي الميزه، ان هو بيلعب كره حديثه، عنده جراءه هجوميه، ما بيكلفش اللعيبه الهجوميين بادوار دفاعيه، ما بيحملهمش اعباء دفاعيه، فمش بيدافع بكل الفرقه زي مستر كوبر، بيدافع بسبع او ثمان لعيبه فقط، وبيدي حريه حركه لاثنين ثلاثه عشان يقدر يستعملهم في الجانب الهجومي، وما يبقاش عندهم ارهاق بدني طوال المباراه، يبقى عندهم الفكر صاحي والناحيه البدنيه صاحيه يطبقها في الناحيه الهجوميه. صحيح. تنظيم مصر لامم افريقيا 2019 او كان 2019 ده اكيد هيخلي في نوع من انواع الراحه بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاول، مش هيبقى محتاج ان هو يسافر يعمل معسكرات بره، هيكون الافضل ليه اكيد ان هو طبعًا يعمل المعسكر بتاعه هنا في مصر، لان احنا الاول كنا متوقعين في حاله لا قدر الله كانت فازت جنوب افريقيا هي بالتنظيم ده بالضبط، فكنا وقتها لازم نسافر الدوله افريقيه او بلد افريقيه ونلعب مباريات هناك، لكن ده اكيد هيسهل كتير جدا من استعدادات المنتخب الوطني الاول اللي كان 2019. طبعا كل فرقه تبقى عايز تيجي مصر تلعب هنا عشان تستعد للبطوله، فانت ممكن تلاقي فرق من جوه البطوله حتى اللي من خارجها هيجي لك عادي عشان مصر يعني وفرنا مصر كثيرا من طبعًا المجهود طبعًا على المنتخب الوطني الاول وعلى جهازه اكيد. انت عندك حضرتك كمان ميزه ثانيه خالص، ان بقى عندك لعيبه كتير جدا محترفه، مش تعملي مش محتاجه تعملي فتره اعداد طويله زي زمان. احنا زمان كنا بنعاني ان احنا دايما عايزين نوقف الدوري عشان نعمل فتره اعداد للعيبه عشان نستعد للبطولات. لا زمان انا بتكلم في فترات، بس دلوقتي الموضوع بقى صعب، الموضوع الثقافه اختلفت خالص من 2010 حتى الان، اختلفت تماما بقى. عند حضرتك اكتر من 12 13 لعيب محترف في اقوى الدوريات في العالم، فاوريدي خلاص بقت اللعيبه تيجي جاهزه، عندها كمان استعداد وتقبل للاسلوب الخططي اللي هيطبقه اي مدير أكيد فني أكيد. خلاص الوعي الخططي بتاعهم كان بيختلف، الوعي الذهني بيختلف، مش هو مش بيبقى جاهز بس مهاريا وبدنيا فقط، لا ده بره بيغيروا الفكر تماما بتاع اللعيب، يعني مش بياخدوه مثلا كمهارات فقط او لياقه بدنيه فقط، لا الفكر الذهني نفسه كمان بيختلف، فيقدر يستوعب اي اداء خططي يجيله بسهوله جدا. فدي الميزه اللي عند حضرتك الفتره الجايه، ان انت عندك 12 13 لعيب جاهزين يتقبلوا الاداء الخططي بتاع اي مدير فني مش مستر اجيري بس صحيح. وهو الراجل بيدي اداء خططي سهل سلس، بيدي حريه حركه للعيبه كتير،
وعنده ارضيه يقدر يعمل منها منتخب قوي ينافس على البطوله. ده طبيعي يعني. طبعا بنتمنى ده وبنتمنى طبعا يكون اجاري بيبتدي ان هو يعد المنتخب الوطني الاول كمان المنافسه في كاس العالم 2022. هي دي الاهم بالنسبه. انت حضرتك المنتخب جاهز ان هو يفوز بالبطوله او يوصل لنهائي البطوله ويوصل كاس العالم. خلاص انت عندك دلوقتي امكانيات ان انت تعملي ده حقيقي. تماما عندك ثقه غير طبيعيه في المنتخب. صحيح. استاذ عمرو فوزي عامر نائب رئيس تحرير جريده الاهرام نورتنا النهارده في كلام في الميديا. شكرا لحضرتك مسيجي. بشكرك جدا على وجودك معانا. مشاهدينا شكرا على حسن متابعتكم. اشوفكم ان شاء الله بكره الساعه 5 مساء في حلقه جديده من كلام في الميديا. يوم سعيد على حضراتكم.